السلام عليكم يا شباب، احنا دلوقتي مع بعض في درس الثقافة، ونحب نسأل يارا في أول جزئية بتاعتنا: الثقافة والتنوع ثروة تجمعنا وتسري حياتنا. لو قلت لك يا يارا، هل أنت لما تيجي تتعاملي مع شخص ويكون شخص مثقف، إزاي بتعرفي الشخص اللي قدامك مثقف أو لأ يا يارا؟ يلا ابدأوا اكتبوا في الشات كده، عنده الشباب برضو معاد ما تسكتش، الباقي يكتب في الشات يا شباب. انا هسأل يارا والباقي يكتب في الشات ازاي ان انا اتعامل مع الشخص اللي قدامي واعرف ان هو مثقف. يكون غني بالمعارف برافو. ونمسك قصص المجتمعات حول العالم وتقاليدها وقيمها. برافو عليك يا شطورة، يعني عنده أصل، عنده تقاليد. السلام عليكم. صح يا يارا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده تقاليد، صح. عنده أصل، شخص عنده فكر. مين يا أولاد تاني يقدر يقول لي إزاي أتعامل مع شخص وأعرف من خلال تعاملي إن هو مثقف؟ يا شباب، حد يقدر يفكر كده ويقول لي لو اتعامل مع حد قبل كده مثلا في موقف وعرف إن ده شخص مثقف؟ أكيد قولي لي، عرفت ازاي ان هو مثقف؟ ان هو مثلا بيتكلم كتير، بيتكلم حلو وعارف حاجات، مثلا بيقعد يقول معلومات حلوة حلو قوي، وبيقعد عنده معلومات. حلو يا حلا، شخص عنده معلومات. ايه تاني يا شباب؟ ازاي اعرف الشخص اللي بيحب قدامي؟ يقرا كتب كتير يا مسو. برافو، جميلة، بيطلع على كتب كتير. ايه تاني يا ولاد؟ ممكن يكون انسان عنده ثقافة، يبقى الثقافة بالاطلاع على الكتب. ايه تاني يا عبد الله؟ تعرف الشخص اللي قدامك مثقف ازاي يا عبد الله؟ محدش عارف ازاي اتنوع. نعرف يلا يا ازاي هو فرد. مثقف؟ اه، ان هو مثلا يا عبد الله لو في موقف هو واقع فيه يقدر يتصرف، صح؟ شخص مثقف. او مثلا وينسخ قصص المجتمعات اللي حواليه في العالم برافو عليك، ويقلدها عارف، ويقيمها. برافو عليك، ممتاز يا عبد الله، عارف ثقافات الآخرين، اتعرف على عادات وتقاليد الآخرين اللي بيعيشوا في مناطق تانية أو في بلاد أخرى، عارف ثقافتهم، بل مش بس يعرفها بل يحترمها. بيقرأ في الكتب زي ما زمايلنا قالوا الرائعين، حالة قالت يعرف بيقرأ في يستكشف الكتب. أهمية الثقافة. يعني أنا عن نفسي اتعاملت مع شخصية قبل كده وقالت لي كلمة معينة، يعني حد كده أنا أعرفه كان بيقرأ في الكتب كتير، واحدة قالت لي مثلا إحنا هيجي علينا عصر هيوصل بينا غلاء جامد جدا، وهيوصل بينا إن الاقتصاد هيكون مثلا في زي الموجود دلوقتي يا شباب، إن الدولار هيرتفع والجنيه المصري هيقل لدرجة إن هيوصل بينا إن اللحوم هتغلى وهيكون كيلو لحمة بألف جنيه. هي توقعت صح. انا دلوقتي شوف كلامها بقاله كام سنه، الى الان كلامها طلع صح وفعلا حصل ده. طيب هي بتنجم؟ لا، هي شخصيه مثقفه وقرات في الكتاب في الكتب عن ده، ان هيحصل ارتفاع في عدد السكان وبالتالي هيحصل تضخم جامد مثلا قوي. بقرا روايات بس مش حاجات عن الثقافة والحاجات دي، يبقى أنا كده مثقفة؟ او طبعا مثقفة، بتقرأي في الروايات، يعني بتقرأي في آراء الآخرين، بتعرفي عادات الآخرين. الروايات دايما بتعرفي عادات الآخرين يا حلا، تعرفي ثقافة لا دي الكتاب. سمية مش حلال، بس أنا آسفة يا سمية، بتعرفي يا سمية، عادي مش مشكلة. بتعرفي يا سمية ثقافة الغير، مش بس بتعرفيها، الروايات كمان بتوسع مدارك فكرك إن أنت تتقبلي ثقافة الغير. فهمت يا شباب اللي أنا أقصده؟ يعني مثلا ايوه انا الاقي محمد مجدي بيحب قوي ينزل مصر في رمضان ويستمتع بالبومب وبالزينه وبالحاجات دي كلها، وملتزم قوي بصلاه التراويح، حتى لو قابلته في الامارات او في اي بلد تانية اعرف ان هو مصري. ليه؟ لان هو ملتزم بالحاجات دي وانا احترم ثقافته. فالثقافه كمان بتعرف الواحد اصله وايه يا شباب وقيمه واعرفه الاجتماعيه، هو ملتزم ان هو يعمل الحاجات دي في الوقت ده، دي اسمها برضو ثقافة. يبقى عندنا الجزء الأول لما قرأ أحمد قال إن الثقافة عبارة عن نسيج. نسيج يعني إيه يا شباب؟ نسيج يعني حاجة أصيلة من الإنسان بتنبض بداخله، وكمان ليها دور في قلبه ولا يمكن الاستغناء عنها.
كمان ان هي بتبني شخصية الفرد وبتجعله مميز، ان هو يكون مميز. طيب عشان اكتشف الثقافة دي، كل واحد مننا في داخله ثقافة. ايه ده، كل واحد مننا مثقف؟ او كلكم مثقفين ليه؟ لان عندكم عادات وعندكم تقاليد، عندكم نوع ميوزك معين، موسيقى معينة بتسمعوها في المطبخ. كمان الاكل، هتلاقي مثلا عبد الله ماما بتعمل له اكل بشكل معين يدل على ثقافته، لان هم متعودين على الاكل ده. محمد حماده كذلك له اعراف اجتماعيه، لازم يوم الجمعه كلنا نتجمع على شكو فطور. حرام يا مس، المشكو حرام، فأنا مش هشوف. تمام، في تمام، عندك حق. لكن هو هنا قال لنا ان الموسيقى والفن ايه والتقاليد، بس، ايه اللي حرام؟ الموسيقى؟ الموسيقى. مش اصلا ما سمعتش كويس. ايوه تمام ماشي. تمام. طيب يا شباب، الموسيقى كمان حرام. يا شباب الاعراف الاجتماعيه، يوم الجمعه كلنا نتجمع مثلا في العيله، هو انا عارفة على فكرة عرس يا مس، بس انا اجتماعي. ما سمعتوش كويس يعني. ماشي يا قلبي، يلا تعالوا نقرا. انا قلت محمد محمود هيقرا الجزئيه الثانيه سريعا يا محمد. الثقافة هي طريقة الحياة الفريدة التي تتقاسمها مجموعة من الناس، وتشمل كل شيء من لغة وعادات وتقاليد وفن وموسيقى ومطبخ ومعتقدات وقيم وأعراف اجتماعية. أي يمكن القول بأنها الهوية الجماعية التي تحدد من نحن وكيف نتواصل مع الآخرين. وقد استخدمت الثقافة في العصر الحديث للدلالة على الرقى الرقي الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي. برافو. يبقى قال لنا محمد ان الثقافه دي طريقه فريده. يعني ايه فريده؟ يعني شيء فريد من نوعه، مختلف من نوعه، بيتقاسمها مجموعه من الناس. زي ما قلنا لكم، عادات وتقاليد، مطبخ وثقافه وموسيقى، رقي اجتماعي وفكري. يلا يا سميه اقراي الجزئيه الثالثه. سمية تمام يلا. أيوة سلام. للثقافة أهمية كبيرة للفرد والمجتمع، فهي تعد من أهم العوامل التي تتطور بها الأمم، كما تساعد في استيعاب العادات والتقاليد ماشي، الاجتماعية بشكل أفضل. نعم يا مس، لحد هنا يا لولو عشان حد غيرك يقرأ. ماشي يلا. فالثقافة فالثقافة إيه؟ كملي. حاضر. فالثقافة من بين أهم العوامل المساعدة في إعطاء الفرد المقدرة على برافو عليك. المقدرة على ايه بقى يا آسيا؟ المقدرة على إدراك، يعني أقرأ اه كملي. ادراك كثير من الايه؟ إدراك كثير من المواقف الاجتماعية العديدة التي يمكن التعرض لها، كما تساعد في تحديد القيم، حيث تعد الشخصية المثقفة أكثر معرفة بالأصول والقيم، وتيسر عملية الحياة بين الأفراد. برافو عليك. قال ان الثقافه هنا لها اهميه كبيره. ازاي؟ ان الانسان بيقدر يدرك المواقف الاجتماعيه. لو انا اتقابلت مع حد ولقيته بيعمل عاده معينه، ان انا احترمها، ما اقلدهاش، احترمها. تمام، وفي نفس ذات الوقت ما اقللش منه. والله هي ثقافته وهو حر، مجتمعه متعود على ده، بياكل الاكل ده. لو قابلت مثلا حد هندي بيحط توابل كتير قوي على الاكل، لا، هو دي ثقافته في الاكل كده. انا ما اعترضش عليه او ما اتريقش عليه او ما اقلدهوش، لان انا برضو ليا ثقافتي معينه احترمها واقوم بيها. فهمت يا شباب؟ الشخص المثقف بيقدر ييسر عمليه الحياه بين الافراد، ما يكونش انسان متزمت، ما يكونش انسان متسلط، لا، بيقدر ييسر الامور لانه فاهم ومستوعب، بيقدر يتعامل مع كل الشخصيات. تمام يا شباب؟ يعني دايما نلاقي المدير بيكون مثقف. احنا عندنا المديره بتاعتنا مس امنيه الجميله، عندها ثقافه ان هي تقدر تتعامل مع كل الافراد، تتعامل مع طلاب، تتعامل مع اولياء امور، تتعامل مع معلمين، مع كل الثقافات المختلفه. دايما بحس ان المدير هو اكتر شخصيه بيكون عنده ثقافه في التعامل مع كل الافراد يا شباب. تمام، تعالوا يلا نشوف كارما. يلا يا كرمومه اقرأي الجزئيه اللي بعد كده. ازاي نعرف إن المثقف ليه دور في المجتمع؟ المثقف ليه دور في المجتمع؟ أو طبعا ليه دور مهم جدا هتعرفه لنا كارما. يلا يا كارما، المثقف
يا كارما. طب اقرأي يا حبيبة. معلش المايك مقفول. طيب خلاص بعدك حبيبة، يلا اقرأي يا كارما. تمام. كما أن المثقف يستطيع أن يرتقي بفكر أمه إذا أن عليه الدور الأكبر في توجيه مجتمعه، فهو يحمل الرأي الأقرب للصواب بحكم ثقافته واطلاعه على الثقافات الأخرى، وهو بمثابة الدليل الذي تهتدي به الأم وتتوجه نحو التطور والحداثة. يبقى لا والحداثة، الحداثة، الحداثة يعني التقدم، الإنسان يكون حديث. طيب ده مع إيه يا شباب؟ بما لا، كملي يا كارما. بما لا يتنافي مع الأخلاق والمبادئ. برافو عليك. المثقف يا شباب هو اللي يقدر يرتقي بفكر أمتي، الأمة اللي هو المجتمع، وكمان عليه دور أكبر، بيحمل الرأي الأكبر للثواب بحكم ثقافته، اطلاع على الثقافات الأخرى، وده يكون مش بيتنافى مع أخلاقه ومبادئه، يعني ما يتنازلش عن الأخلاق بتاعته والمبادئ. مش كل الناس دلوقتي تقول لك أنا عايزة فلوس، أعمل إيه؟ أطلع على التيك توك وأعمل فيديوهات وأعمل مش عارف. لا طبعا، ده حاجة تتنافى مع الأخلاق والمبادئ. أنا عشان أواكب العصر اللي أنا فيه أشتغل في حاجة زي كده، أو أتخلى عن مبادئي، أو أعمل حاجة محرمة؟ لا طبعا، أنا أفكر في شيء خارج الصندوق، في شيء يرتقي به مجتمعي بحدود ثقافتي. ده بقى اللي بيحدد ثقافة كل إنسان، بدل ما الإنسان يعمل حاجة تتنافى مع أخلاقه، لا، الإنسان يبدأ يستغل إيه المشكلة، أحفظ القرآن الكريم، أستغل إن أنا أحفظ الولاد القرآن الكريم أونلاين مثلا، إن أنا أبقى إدارة في شيء معين، أبقى في التجارة لحاجة معينة. كتير قوي من الشباب السن الصغير الأول بيجيبوا حاجات معينة ويتاجروا فيها أونلاين. التجارة الإلكترونية بقت منتشرة قوي دلوقتي وحاجة كويسة. في حاجات كتير قوي يا شباب أقدر إن أنا أعملها. وقت الأجازة أستغله إن أنا أتعلم شيء جديد، حاجة في الجرافيك، حاجة في آخد كورس معين في مادة الإنجليش مثلا، كورس معين في النحو عشان أقوي نفسي، عشان الحاجة بعد دي أتميز فيها. فده اللي بيحدده مين؟ مين اللي عمل تيك توك وعمل فيديوهات وضيع وقته؟ طب مين عمل اتعلم عشان خاطر يقدر يبقى أفضل فيما بعد، عشان أخلص تعليمي وألاقي مجالي يكون واسع أمامي؟ كل واحد، كل ما نختار طريق له ثقافة، ده ليه ثقافة لا تتنافى مع الأخلاق، وده ليه ثقافة تتوجه إلى التطور والحداثة وهتفيده فيما بعد. فهمتم الفرق بين الثقافة يا شباب؟ يبقى دي دور الثقافة بالنسبة للمجتمع. أنا هقدر أفيد مجتمعي لما أكون عندي الثقافة دي. طب الجزئية اللي بعد كده مين هيقرأ؟ مريم أحمد. يلا يا مريم اقرأي لنا أول سؤال، أول سطرين، وبعد كيارا هتكمل. اقرأي لحد كيف هنا عديد وكيارا هتكمل. التنوع الثقافي وهل يعفي الهوية؟ التنوع الثقافي يحمل العديد من الفوائد لأفراد المجتمع، وهي التعلم والتفتح يتيح التنوع الثقافي لأفراد المجتمع الفرصة لمعرفة ثقافات مختلفة. برافو عليك. ان هو يقدر يتيح لنفسه التعلم والتفتح زي ما قلت لكم، يكون متعلم ومتفتح ويعرف ثقافات الاخرين ويعرف لغه جديده، والله اتعلم فرنساوي، اتعلم اسباني وهكذا. يبقى ده اسمه شخص متنوع متفتح، يعرف ثقافه مختلفه. كملي يا يورا. تم التسامح والتفاهم يساعد التنوع الثقافي في تعزيز التفاهم والتسامح بين الأفراد ومن الثقافات المختلفة من ثقافات مختلفة، حيث أن تعرف إلى الآخر وفهم خلفيته الثقافية يمكن أفراد من أن يتغلبوا على التحامل والتحيز ويبنوا جسورا للتواصل والتعاون. تمام. التسامح والتفاهم اللي قالته ميارا ان الانسان يا محمد مجدي يكون عنده تنوع ثقافي في تعزيز التفاهم بين الافراد. كمان يا مريم يكون عنده تعرف على فهم خلفيات الثقافية، يكون عارف ده، وعدم يتغلب على التحامل والتحيز، ان هو ما يكونش متحامل او متحيز لثقافة معينة. ايضا الانسان المثقف يقدر ان هو يبني جسورا من ايه يا شباب، من التواصل، من التعاون. لو حد
ثقافته مختلفة عنه، يقدر يتواصل معاه عادي، ايه المشكلة؟ يقدر يتعاون معاه. قول لنا يا محمد مجدي الجزئية الأخيرة معانا هنا. أسرع يا محمد مجدي، مش سامعينك يا محمد، ثواني علي صوتك، منخفض صوته. مش ممكن، انا بقالي كتير ما الابتكار قراتش. والإبداع يعد التنوع الثقافي مصدرا غنيا للإبداع والابتكار، فعندما يجتمع عندما يجتمع أشخاص من ثقافات مختلفة فهم يتبادلون الفكر وال الفكرة والخبراتي الفكرة والخبر الفكر الفي الفكرة والخبرة الفكرة ويعملون معا على إيجاد حلول جديدة وتطوير فكرا أخرى، ولا ينفي التنوع الثقافي الهوية، بل يسهم في تعزيزها، فالثقافة جزء من الهوية. برافو عليك. الابتكار والابداع يا شباب، التنوع الثقافي مصدر غني للابداع والابتكار، فلما بيجتمع اشخاص من ثقافات مختلفه هم بيتبادلوا مع بعض الفكر والخبرات، كمان بيعملون على ايجاد حلول جديده، يطوروا فكرهم. لا ينفي التنوع الثقافي الهويه، التنوع ده مش بينفي الهويه، ان انا اكون شخص متنوع عارف كل الثقافات، ده مش هينفي اصلي. ما هو الثقافه يا شباب اصله، تمام؟ مش هينفي الهوية معناها الأصل، مش هينفي أصلي، بل هيسهم في تعزيز الإيه الثقافة. الثقافة بتعزز أصل الإنسان. فأنا حبايبي يلا يا يوسف اقرأ لنا المعاني. أخيرا مش دموع الفرح. معلش يا يوسف والله، بس أنا ببقى عايزة أكبر قدر يقرأ، وما شاء الله إحنا مع بعض دلوقتي 19. تثرى تكثر وتنمي معلش يا حبيبي، استيعاب فهم يا حبيبي ثواني يا يوسف، معلش معلش يا حبيبي والله انا نسيت ان انت تقرأي، حقك عليا. ماشي هتقرأي يا حبيبه، حاضر يلا. اول واحده المره الجايه هبدأ بيها حبيبه، ماشي؟ فكروني يا شباب، يلا قولي يا لولو، قولي يا يوسف. معنى تسري، تثريب تكسر وتنمي استيعاب فهم وإدراك إطالة معرفة النابض بالحياة المراد الحي التحامل الظلم والجور ينسج المراد يشكل الفريدة المميزة التي لا مثيل لها بمثانة بمنزلة يتنافى يتعارض التحيز التعصب أراقي العلو والتقدم يحمل المراد ينقل الحداثة التجديد تعزيز تقوية وتشجيع يسهم يشارك. برافو عليك يا يوسف. تعالوا بقى يلا مع بعض كده نحل بسرعة يا شباب الجزئية دي. أول سؤال جاوبي يا حبيبة، ثقافة المجتمع عبارة عن لغته ولا عاداته وتقاليده ولا فنونه ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. هسيب صفحة كام؟ برافو عليك، صفحة يا شباب أنشطة فهم النص، صفحة 70. صور الكاتب دور الثقافة في المجتمع يا عبد الله، بدور العين ولا العقل ولا القلب ولا اللسان؟ أنا بسمع حضرتك لعن القلب واللسان العقل. العقل. مريم محمود، نصل إلى التفاهم والتسامح في المجتمعات الأخرى إذا عرفنا ثقافتهم ثقافتنا. كارما، التنوع الثقافي بين المجتمعات سبب رئيسي فيه. يا كارما بس أنا ما قرأتش في الدرس أجاوب عادي. جاوبي يا سم. التنوع الثقافي بين المجتمعات سبب رئيسي في تميزها. تميزها، تمام. يلا يا كارما رقم 5، تبادل. خليكي سريعة يا كارما كده، اقرأي بسرعة. تبادل الفكرة والخبرات مع المجتمع الأخرى يدل على الانفتاح. برافو عليك. محمد حمادة حاضر. اقرأ. بيقول لك يحمل المثقف الرأي الأقرب للصواب بعكم ثقافته واطلعيه صح. برافو. عمر، عمر شرقاوي شرائي يا مس. طيب يا حبيبي، يلا يا عمر أقرأ رقم 8.
أقرأ رقم 2، اه يساعد التنوع الثقافي في زيادة المعارف وتطوير الفكر. صح. صح. السؤال اللي بعده، عمر سما فارس جاوبت سما أيمن، سما أيمن لا يستفيد من الثقافة سوى أصحابها، أصحابها بس هما اللي بيستفيدوا ولا الآخرين أيضا بيستفيدوا من الثقافة؟ بس النت عندها مش حلو عشان هي في مصر. سما أيمن هنا في مصر. سما أشرف دخلت أهي. إيه يا سما أشرف عاملة إيه؟ الحمد لله. حل يلا يا سما. طبعا غلط. مين؟ محمد حمادة. حل ليه يا محمد؟ يلا يا سما أشرف حل رقم 4. لكل مجتمع عاداته وأعرافه التي يجب علينا أن نتفهمها واحترامها، صح ولا غلط؟ صح. صح. يلا السؤال اللي بعده يا شباب. طب إحنا كده خلصنا؟ تمام. الواجب بتاعنا يا ولاد صفحة بس هو احنا وقفنا لحد النشاط كام؟ حلينا ألف وباء. معانا صفحة 71 واجب يا ولاد، صفحة 71 واجب. بس هو القائم النشاط بقى صفحة جميل، 70، 71 واجب. بعدها مس على الجروب عشان انا ما عنديش الكتاب. ابعتها على الجروب، مين هيتطوع وينزلها لي سكرين على الجروب يا شباب؟ انا صفحة مثلا معي. ممكن ابعت الكتاب، ماشي يا ريت. انا معايا الكتاب كله يعني، بس هبعته. مش صفحة، احنا قلنا صصفحة 71 واجب. 71 واجب عربي. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصة الجاية. حد عنده سؤال في الدرس بتاعنا النهاردة يا شباب؟ محمد لا مجدي لا يعني نزل ايه؟ كان درس سهل مش ايدك صعب يعني. وجعتك يا محمد، نزل ايدك. طيب محمد حمادة عندك سؤال؟ رافع ايدك ليه؟ نزل ايدك. طيب يا شباب اشوفكم على خير ان شاء الله الحصة الجاية. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصة الجاية. مع السلامة. السلام عليكم.